نيوغيت روبوت هو مركز فريد من نوعه في الجزائر، متواجد بحي القصرية بسطيف، مختص في تعليم الأطفال من 6 سنوات إلى 17 سنة، كل ما يتعلق بالبرامج العالمية للروبوتيك التعليمي، وهي البرامج التي تفتح المجال للطفل المبدع من دخول عالم الروبوت من بابه الواسع، أين يتمكن الطفل من التعرف على أجزاء الروبوت ولغات البرمجة وممارسة هواية الاختراع والابتكار والمشاركة في أرقى وأكبر المسابقات الوطنية والدولية. برنامج نيوغيت روبوت هو برنامج عالمي تعمل به أكبر دول العالم المتطور على غرار كوريا، اليابان، روسيا وأمريكا والكثير من الدول الأخرى. أنشئ هذا البرنامج لزيادة الوصول إلى منصة ستيم بمعنى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وخصص لطلاب الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية والثانوية في العالم. اخترت الالتحاق لهذه المدرسة لأن المجال الروبوتات ومجال الإلكترونيات بشكل عام يعني مجال أحبه وأريد أن أدرس فيه أكثر. الحمد لله في مركز نيوغيت روبوت سمح لنا أن نتعامل مع هذه الأجهزة ونعاود الكرة مرة تلو أخرى حتى تنجح المهمة. ومهمة مركز نيوغيت روبوت بسطيف والعاصمة هي تعليم مهارات هذا البرنامج للوصول إلى تحقيق هذه المهمة. Final level في الإدوكيشن تاعنا تاع 17 طون يقراو لامارتي 5A و 5 لامارتي 5A لامارتي 5B ومن بعد يوليو يغياليزيو هذوك لي بروجي تاعهم باش بلامبريمون 3D كلكو سوا الروبو اللي خدموه يوليو يوتيليزيو لامبريمون 3D باش يكوفريو الروبو تاعهم. واش يقدروا يخدموا بها من بعد؟ هذا هو اللي راح يقدروا يدخلوا فيه في الذكاء الاصطناعي ان شاء الله. يقدروا يغيروا دي بروجي من بعد كما عندنا بزاف اللي نجحوا العام اللي فات تو هذا العام ثاني بروبوزيو دي زيدي لا سيكوريتي ولا لا سيورتي. هذه هما لي برينسيبال الحوايج اللي يخدموا فيهم بزاف، لا سيكوريتي ولا سيورتي. من خلال الدراسات قرينا في نيوغيت روبوت قمنا بانشاء بعض اختراعات او تطبيقات التي قد تنقذ حياه بعض الاشخاص، كما مصباح ذكي يعني مهم تقيس لهنا مجرى تقيس التريسيتي مجرى تقيس. عاده هذا المصباح نستعمله في البيت الدوش كل مكان. كاين كذلك بريز فيها 220 فولت يعني مهم تقيس بيدك مجرى حمايه كامله قادرة تنقذ الأطفال خاصة. كذلك كاين روبو هذا خدمنا حنا سيفي لالين تقدر تكونترولي من تليفونك بار بلوتوث التراسونيك ريموت كنترول تكونترولي بريموت كنترول. من بعض التطبيقات الأخرى التي قمنا بإنشائها في مدرستنا الخاصة تقدر تخليك تتحكم بكل الأجهزة عن طريق الهاتف فقط، مثلا اني طفيت الاضواء كل عن طريق الهاتف فقط هاني عاود شعلته. تقدر نديرو في ولي البيت الذكي هذا التطبيق خدمناه في المدرسه هذه. وكل بعض التطبيقات اللي تعلمناها وانشاناها مازالوا كاين حوايج بزاف. المدرسة تاعنا نيوغيت الحمد لله موفرت لنا كاع لي ماتريال، حتى ونحتاجوا دي ماتريال يجيبوه لنا، وعندنا بخاس اي حاجة ممكن ما تلقاهاش على برا هما يجيبوها لنا. التحقت بالمدرسة العام الماضي اسمها العام الثاني نقراو كل مجال الروبوتيك بروغراماسيون كل ما يخص الروبوتيك، فيها تنمية خاصة في مادة الفيزياء ولا الرياضيات نطوروا رواحنا. سمعت بالأبطال اللي ربحوا في المسابقة العالمية حبيت لكم كيفهم جيت لهم. الهدف تاعي هو التميز في هذه المدرسة والمشاركة في المسابقات العالمية والفوز بمراتب عليا إن شاء الله. الأطفال المسجلين في مركز نيوغيت روبوت يمكنهم المشاركة في مخيمات ومسابقات وطنية وعالمية في كل سنة وحيازة شهادات دولية في عالم الروبوت واللغات ولغات البرمجة.
مركز نيو جيت روبوت تحصل منذ إنشائه سنة 2018 على العديد من الجوائز العالمية في مجال البرمجة والروبوتيك، كما أن صاحب المشروع السيد رياض عزوز متحصل على أعلى وسام في الاتحاد العالمي لروبوت الشباب بكوريا الجنوبية من طرف رئيس شركة ماي روبوت تايم الكورية، ومتحصل أيضا على أعلى وسام في الاتحاد العالمي لروبوت الشباب بدولة تايلاند من طرف رئيس الاتحاد العالمي لروبوت الشباب IYRC. وبفضل هذه الجوائز كان للجزائر شرف الانضمام للاتحاد العالمي لروبوت IYRC والمشاركة في مختلف المسابقات العالمية والفوز دائما بالمراتب الأولى، آخرها حصد عدة جوائز سنة 2021، منها الجائزة الأولى الذهبية من نصيب بدروح شهلة، والجائزة الثانية الفضية من نصيب كل من أصفران نزيم، عطوي محمد الأمين، عبد السميع يونس ومحمد ديلي، والجائزة الثالثة البرونزية من نصيب كل من زرقاق أحمد آدم وعبد السلام عبد المجيد، بالإضافة إلى حصول الجزائر على الكأس الماسية والمرتبة الأولى عالميا في المسابقة العالمية بكوريا الجنوبية سنة 2020، والتي كانت لها صدى كبير، أين تم تكريم الأبطال ومدير المركز من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من ولاية سطيف يتقدم التلميذ يونس عبد السميع، السن 15 سنة، بطل العالم في الروبوت، لاستلام الجائزة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ محمد الأمين عضوي، السن 15 سنة، بطل العالم، لاستلام الجائزة من قبل السيد رئيس الجمهورية. يتقدم السيد رياض عزوز، رئيس مركز نيو جيت روبوت، مدرب هذه الأطفال، لاستلام الجائزة من قبل السيد رئيس الجمهورية نيابة عن التلميذ نزيم أصفران. أنا رياض عزوز، صاحب هذا المشروع إن شاء الله، تحصلنا عليه في كوريا بعد مشاركتنا في مسابقة عالمية في كوريا وفي تايلاند، بعد ما تحصلنا على أعلى وسام في الاتحاد العالمي للروبوت. الحمد لله عدنا احنا في المركز تاعنا، عدنا 12 مستوى، لكل مستوى عدنا فيه سنة كاملة. هذا المنهج التعليمي هو تقدر تقول 100% هو تاع كوريا، نستعمل منهج كوريا معتمد في أكثر من 30 دولة، منهم كوريا، اليابان، روسيا، في هذا المجال، ويعلموا الأولاد من الصغر من 6 سنوات ل 17 سنة، ليكونوا حابين المجال هذا وحابين يبدعوا الابتكارات العلمية. حاليا احنا فاتحين ان شاء الله شراكة على المستوى الوطني لجميع المؤسسات الخاصة ولا مراكز تكوين. عندنا حاليا فرع ثاني في العاصمة في المحمدية، وايضا في باب الزوار عن طريق شراكة مع مركز صخرية للعلوم. الحمد لله من ناحية الأساتذة اللي قرروا عندنا هنا في الكول، الحمد لله أساتذة كامل يكونوا ماستر دو في الإلكترونيك أو الآلية والضبط، ولا دكاترة في المجال هذا إن شاء الله. في 2020 كشاركنا في مسابقة عالمية أول مرة، في عن طريق الأطفال اللي شاركوا فيها عطوي محمد يمين وديلي محمد أصفر النزيم، شاركوا الحمد لله تحصلوا على الماسية، الجائزة الماسية الأولى عالمية، بحيث أنهم كانوا ما كانش معنا شريك في 2020، وثم اللي كرمنا السيد رئيس الجمهورية. وفي 2020 هذه الحمد لله يا ربي زدنا تحصلنا على الجائزة الأولى عالميا، وهذه المرة تحصلنا على الذهبية عن طريق البطلة بدروح شهلة، والحمد لله ما نستنى إن شاء الله باش يكون إن شاء الله فيها تكريم طرف رئيس الجمهورية ولا من طرف سيادة ولي ولاية. احنا في تكريم سيادة رئيس الجمهورية ما كناش أصلا متوقعين أنه نوصل سيادة رئيس الجمهورية يعني صراحة، لكن الحمد لله بعد ما وصلناه يعني الحمد لله وعدنا أنه إن شاء الله نفتحوا على المستوى الوطني، وعدنا أنه إن شاء الله تكون فيها دعم للمركز ويمشي على جميع المستويات إن شاء الله يا ربي، نستنى إن شاء الله في تنفيذ هذه الأمور. طيب.
هنايا في روسيا، كوريا، الجزائر، وهنا كانت كوريا، كانت تركيا. هذا هما الجوائز تاعنا كامل سيستم روبوتي. هذا هو المنهج تاعنا كامل. حنا نبداو نعطيو لهم ديزيت ان يتفرجوا في حسب العلب، هو اللي يركب بابا ومن بعد هو اللي يبرمج ويتحكم. هذا السيستم تاعنا كامل ان شاء الله حتى نوصلوا للنيفو كامل. كان النيفو الاخر اللي وصلوا له هذا تاع الانسان الالي. يمشي في دونس في يمشي في بزاف سيستم روبوتيك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ياخذوا ليسانس. نحتاجوا منه. نحب ان شاء الله سياده الرئيس انه هذا السيستم يتعامل على مستوى الجزائر كامل، يستفادوا منه جميع الجزائريين ان شاء الله، يشاركوا ثاني في مسابقات وطنيه ومسابقات عالميه، وايضا حنا اللي ننظموا، الجزائر اللي تنظم هذه المنافسات ان شاء الله. دابا مادام قلت حنا انت نظم. ان شاء الله يا ربي. لا لازم قرار. باش تكون انت مؤسسة خاصة وطنية مرخص لها باش تنظم عبر التراب الوطني وتنظم بالنسبة للخارج. هذه شيء طرائف. خلوا لك هذه الصلاحيات. ان شاء الله يا رب الله يخليك. باتصال بها طبعا مع وزارة التعليم العالي. هذا مع الجميع. مين راه عليك؟ الحمد لله حنا ندعو الاولياء انه يجيو يشوفوا ان شاء الله المنهاج، يجيو يشوفوا واش رانا نقريو، لانه حنا المنهاج التعليمي تاعنا ولا واش رانا ندرسوا للاطفال راه نفسه واش راهم يقراوا في المؤسسه التعليميه، لكن تطبيقي 100%، فيه جزء رياضيات، جزء هندسه، جزء تكنولوجيا، وجزء علوم. اضافه جد مميزه للصيف ومام لي زيلاف تاعنا ان شاء الله يوليو عباقره المستقبل. نوجه دعوتي لي بارون هنا في سطيف ولا في الجيري بارتو انهم يجيبوا لي زونفون تاعهم باش يقراوا عندنا. هذا حاجه راح تشرفنا وتشرفهم هما ثاني. غدوه من غدوه يوصلوا حتى يديروا دي كومبيتيسيون في ساوث كوريا ويكونوا حاجه تشرف مام البلاد. من هذا المنبر أشكر كل القائمين على مدرسة نيو جيت روبوت، أشكر كل الأساتذة والموظفين هنا، أشكرهم لدعمهم لنا طوال هذا العام. الحمد لله كانت هذه عام موفق يعني، وكانت ذكريات لا تنسى. أرجو أن تزدهر هذه المدرسة أكثر، وأرجو أن تكون في المستقبل أحسن وأحسن. درست في مدرسة نيو جيت روبوت لمدة عام، حينها ظهرت مسابقة كوريا الجنوبية 2020 وهي مسابقة عالمية. قررت ألتحق بها يعني لأنها يعني كانت فرصة يعني، والحمد لله اغتنمتها. حصلت على الميدالية الذهبية بحمد الله. لقد صنعت روبوتين، روبوت لايب إكس أو وروبوت سمولي. أريد للدولة الجزائرية أن تعمم هذه المدارس، تعمم هذه الأفكار في جميع أنحاء الوطن لكي يستفيد كل من له اهتمام في هذا المجال. ويبقى مركز نيو جيت روبوت مفخرة ولاية سطيف والجزائر، فهو فعلا استثمار ذكي وهادف يستحق المرافقة والدعم من كل الجهات. نترككم مع المميزة بدروح شهلة نجمة مركز نيو جيت روبوت وقصة نجاح جديدة ورائعة. Hi, this is بدروح شهلة. I'm from Algeria. Today I'm gonna show you the two friends that I made. So first of all, say hello to tic-tac-toe player. The ink buffer, this is one of the parts of that robot which print the shape O. It's made by screw and a nut to convert the rotational motion into a transitional motion. This is the robot structure. It contains 8 adjacent pieces with 8 motors, and each one can return freely. So, dip the buffer in the ink and let's start the game. I'm gonna go to the next one.
Warning! Smally has multiple functions. We use the servo and simple arm to make move like this. The motor rotates the small gear, which moves the big one. That four make the slow rotation. Just a motor for going forward and backward, and two motors for rowing. Servo motor with two arms for drumming, and the motor as a wheel rotator. Just as a friend accompanies you in your travels, your games, or your parties, Smally can do all of this with little changes in the accessories, or maybe without them in the future. So that was my project. That's it. Thank you for watching.